صرحت التيك توكر المصرية هدير عبد الرازق بفيديو إلها عن المقطع الإباحي اللي انتشر بشكل كثيف على السوشيال ميديا، وبتقسم بأنه الشخص يلي طلع معها بالفيديو كان زوجها وتطلقوا، وأكدت هالشي من خلال الوثائق يلي فرجتها بالفيديو. اقسم بالله العظيم وحياة لا إله إلا الله، الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي. وبتأكد وبتقول هالفيديو لإلها وهي ما بتنكر هالشي، وتدمرت حياتها بشكل كامل، بس طلعت بفيديو لحتى تنقذ يلي بقى من كرامتها وسمعتها وسمعت أهلها، لأن ما إلهن علاقة بيلي صار. لأن أنا أهلي تدمروا وحياتي تدمرت. وبتأكد هدير بأنه بعمرها ما عملت شي حرام، ويلي صار كان مع زوجها وكله بالحلال، وبتتمنى ما حد يشهر فيها وينشر هالفيديو، لأن هالشي كان مع زوجها وتطلقت، وهلا هي متزوجة وتطلقت مرة تانية بسبب هالفيديو. أنا بعد الجوازة اللي أنا اتطلقت منها دي بتاع صاحب، أنا دلوقتي متجوزة، أنا اتجوزت ست متجوزة هتطلق أو اتطلقت. هدير عبد الرازق من مواليد عام 1994، كانت متزوجة من رجب الخمسينيات من العمر، وانفصلت عنه عام 2022 بعد زواج دام لثلاث سنوات، وبتوصف حالها بأنها ناشطة اجتماعيا على السوشيال ميديا وعندها أكثر من مليون متابع على تيك توك. يلي صار مع هدير أكيد شي مو سهل، لهيك بتناشد هدير كل شخص معه هالفيديو بيحذفه، وبتتمنى عدم التشهير فيها. يا ريت كفاية ترندات على اسمي، كفاية ناس تطلع تشهر بيا وتتكلم وتتريق، كفاية فضايح، كفاية فضايح. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.